نعم. بسم الله فضيلة الشيخ، هل خروج الدم عن طريق الإرعاف أو جرح من الجسم ينقض الوضوء؟ لا، كل ما خرج من البدن لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط. الدم والقي والقيح وما يسميه النساء بالطهر الذي يسير من الفرج، فرج المرأة دائما، حتى أن بعض العلماء قال سلس البول لا ينقض الوضوء أيضا. إذا تطهر الإنسان أول مرة فإنه لا ينقض وضوءه ما لم يحدث بحدث آخر، وعلل ذلك بأنه لا يستفيد من الوضوء إذ أن الحدث دائم فلا فائدة من الوضوء. نعم، لو انتقض وضوءه بريح مثلا وفي سلس بول فهنا يجب أن يتوضأ، وهذا القول ليس ببعيد من الصواب. وكنت بالأول أرى أنه ينقض الوضوء وأنه لا يجوز أن يتوضأ الإنسان للصلاة إلا بعد دخول وقتها، لكن بعد أن راجعت كلام العلماء واختلافهم وقوة تعليل من علل بأن هذا الوضوء لا فائدة منه إذ أن الحدث دائم، تراجعت عن قول الأول. وهذا القول أرفق بالناس بلا شك، ولا سيما بالنسبة للنساء التي يخرج منها أن هذا السائل الدائم، ولا سيما في أيام الحج والعمرة عندما تذهب المرأة مثلا إلى المسجد من بعد المغرب تصلي صلاة العشاء. إذا قلنا بانتقاض الوضوء وأنه لا بد أن تجدد الوضوء بعد دخول الوقت صار في هذا مشقة عظيمة، لا سيما في أيام الزحام وأيام شيء فيه مشقة على المسلمين، والدليل فيه ليس بواضح، لا ينبغي للإنسان. وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج. والظاهر أيضا أن الذي يصيب نساءنا اليوم هو الذي يصيب النساء السابقات، ولم يبلغنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن تتوضأ لوقت كل صلاة، غاية ما هنالك المستحاضة على خلاف في هذا. فإن مسلم رحمه الله أشار إلى أن قوله توضأ لكل صلاة لم يصح، ولذلك حذفها عمدا من الحديث. المهم، الشيء المعتاد لا ينقض إلا البول والغائط فقط والريح لأنه ثبت به الحديث. خروج الفاحش النجس شيخ ما أيضا ما المقصود فيه؟ الفاحش النجس الدم والقي، والصحيح أن دم الإنسان وقي الإنسان طاهر، لأن ما في دليل على النجاسة كثرة وقت الفاحش، ما دام ما في دليل فالأصل الطهارة. نعم.